بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيد جدا بوجود الصحبة العظيمة جدا من السادة الأساتذة ويعني والخبراء وزمايلي وكل الناس اللي بيسمعوا الدكتور هشام على الهوا. وإن شاء الله لما الحلقة تنزل على اليوتيوب بكرة بإذن الله كثير من الناس هيتعلموا من الهيموداليس ومن الدكتور هشام. دكتور هشام طبعا الصورة دي صورة جميلة خدها الدكتور طارق طنطاوي لأنه راجل فنان طبعا وبتنم عن المحبة في التصوير. دكتور هشام أنا قدمته المرة اللي فاتت تقديم مستفيض بإنجازاته العلمية، لكن أنا هاخد النهاردة من التقديم ده الجملة دي Education is the power. هي ده هي شغلتنا في الحياة. It is our mission. وبتدينا القوة. وإن شاء الله أعتقد في ميثاق الطبيب والقسم الطبيب إن إحنا مأمورين من الإيثيكال بوينت أوف فيو إن إحنا نتناقل العلم لبعضنا البعض، والخبرة بتنتقل من الأجيال، والساعات الواحد بيتعلم الأصغر والأكبر. فهي كده هي حلقة مفرغة كلها دائرة في العلم إن شاء الله، ويبقى علم نافع ونستعيذ من العلم الذي لا ينفع. طبعا دكتور هشام أحد الجمل الجديدة اللي بقدمها النهاردة إن هو اختير رئيس لجنة الكوفيد في أفريقيا، وده حاجة جميلة جدا. يمكن دكتور هاني النهاردة عمل أناونسمنت بخصوص الكوميتيز أوف أفران، فدكتور هشام هو حاليا رئيس الكوميتي، يعني أول كوميتي بان لها رئيس وانتخبوه الأفارقة بالإجماع رئيسا للكوميتي بتاع الكوفيد جايدلاينز. واعتقد ده السيمينار الويبينار ده دكتور هشام كان لأفريقيا في الاي اس ان، وكان السبيكر زي ما حضراتكم شايفين كده الدكتور هشام بجانب رئيس الاي اس ان، والمودريتور كان رئيس الافران. فيعني ده شرف كبير جدا للدكتور هشام وبالتالي لنا احنا جميعا. النقطه اللي عاوز اقولها النهارده الاخيره لما للقيمه العظيمه جدا جدا للكلام اللي بيقدمه الدكتور هشام في البيزكس برينسيبلز اوف هيموداليسيس اللي هتكتمل عقدها النهارده من الدكتور هشام بالهيموداليسيس الهيمودياليزر نفسه. طبعا هيمودياليزر ده هيبقى موضوع كبير جدا عشان كده حلقه طويله، وهتكمل البرينسيبلز لما نتكلم على الووتر تريتمنت، ويبقى اذا ده البلاي ليست ده هتبقى باسم الدكتور هشام بيزك برينسيبلز، حتى لو انضم لها other speakers يكملوا البرنسبلز في موداليسيس. وعلى وعد من الدكتور هشام ان احنا نكمل جدول كامل لمده سنه في الهيموداليسيس من وقت الاخر. الباك بون هو الهيموداليسيس لان هو ده الموست كومن رينال ريبليسمنت ثيرابي موداليتي. فبنحييك يا دكتور هشام ونتمنى لك كل التوفيق في حلقه النهارده على الهيموداليزر اللي هي تعتبر حلقه كبيره جدا. بنشكرك ونتمنى نتمنى لحضرتك التوفيق، ونتمنى للجميع الاستفادة، وإن شاء الله يبقى علم ينتفع به إن شاء الله ما ينزل على اليوتيوب. شكرا جزيلا. هتوقف أنا وحضرتك تقدر تشير السلايدز بتاعتك. فضل يا باشا. شكرا دكتور جزيلا دكتور حسين. طبعا يعني أنا بشكر حضرتك دايما لمجهودك المستمر في الإديوكيشن، وبشكر طبعا السادة الزملاء من مصر وخارج مصر طبعا لأنهم بيدونا دعم قوي جدا في الناحية العلمية. النهاردة إن شاء الله we are going to our last destination for the basic principle of hemodialysis. I fully agree that 8 hours of educational mission during that time would be of interest for years for a lot of generations who are going to do dialysis in a professional way, not in a commercial way. So thank you very much again. And finally, for this final destination in the hemodialysis journey, I will end by the hemodialysis membranes as well hemodialysis dialyzers. I will focus on what is important for a clinician because a lot of secrets is still inside, but I will not focus on that. I will focus on what the clinician need to know from dialysis membrane or dialyzer. الفاينل تول هو الدايلايزر اللي بيحقق كل الاديكوسي وكل حاجه في الدنيا، وبالتالي هو من اهم النقط اللي لازم نعرفها كويس جدا بغض النظر على الكوربريت انفورميشنز وهو الاخر. احنا عايزين ناخد كلام علمي واضح وصريح. Just reviewing 4-5 slides on the past session which is the ultrafiltration
and the plasma refill rate and the possibility of intradialytic hypotension. And we agreed that on the refilling rate with the importance of serum albumin and inflammatory disorders can accommodate for the ultrafiltration, which is a maximum according to the guidelines for 10 2 mL/kg per hour. So finally, you can accommodate by plasma refill if you are in this range. And we discussed as well the sodium, which is a bad thing to increase sodium for ultrafiltration. And we all agree that on a cold dialysate is much, much important. So this is five slides coming now. So I need also for the all the new generations of nephrologists who are going to do dialysis to remember this slide, need to refill. So give enough time for the patient to do ultrafiltration, and this time needed, don't do ultrafiltration in a short period, because this will do a lot of complication and organ damage. And we discussed that the maximum ultrafiltration with the refilling rate. And we highlighted as well one of the important issue, which is the recirculation in its two parts, the short arm and the long arm. We on in the long arm, our long loop, they are about and cardiopulmonary recirculation, especially in patients with decompensated heart. فلو كان الفيستولا arteriovenous fistula بتاخد اكتر من 30% من الكارديك اوتبوت ديفينتلي هيحصل اسكيميا وستاننج في الاورجنز. علاوه انها كمان هتزود الريباوند لان الاورجنز ما خدتش منها التوكسين بالقدر الكافي. We also discussed the importance of the narrow range of potassium pre-dialysis between 4.5 and 5.5, and to discuss the rapid shift and the arrhythmia, as well as the rapid rebound post-dialysis. And this is the schemes, how to manipulate the potassium. Usually, the rebound comes on the night of the same day of the session. Nowadays, we will discuss the hemodialysis membranes. In much details with the some secrets inside the dialyzers. So what is the ideal membrane? أحسن حاجة يبقى إيه المفروض. The ideal membrane should be biocompatible, less thrombogenic. So biocompatibility making less hypersensitivity reaction, as well in less immune reactions. Should be optimum ultrafiltration, preferably fit for hemodiafiltration therapy. Then dialyzer could be used in two types of dialysis, either high flux or hemodiafiltration. فبديهي ان dialyzer for high flux should as well for, fit for hemodiafiltration. Should be characterized by excellent diffusive and convective properties, has resistance to chemical and physical sterilizing agents. دي طبعا بعيده خالص عن النفرولوجيست، لكن هي تصب في شغلي خلال ال 20 سنه اللي فاتوا في الريسيرش اند ديفلوبمنت. Doing a membrane alone is not the end, because if you are doing a membrane and damaged by sterilization, في الاخر انت ما عندكش good dialyzer. Should be also optimum permeability profile, allow high sieving coefficient for large solids with minimal or absent albumin loss. So this is the categories of the idea of the ideal membrane that should be. And if you look to that, some definitions of the flux that determines the solids or toxins to be removed, as well as the flux ممكن كمان يتحط على الالترافلتريشن. So flux meaning solids and the hydraulic permeability. Hydraulic permeability or ultrafiltration coefficient could be as well identification by the flux. Also the blood membrane contact, هنشوف أهمية كلمة blood membrane contact من وان سلايد عشان نعرف السيفيريتي of the membrane contact with blood according to the very long distance of the blood through the dialysis membrane in a single session. So it's a big word for a larger pool nowadays, going to more with superflux and medium cutoff on the following years of innovations. And we discussed previously the
الفوتر يعني حاطط السلايد دي عشان فعلا الكلام اللي احنا اتناقشنا فيه قبل كده واشتغل على دايلازيه 500 ولا 800 ولا لا. طب هل جرين دياليسيس ده كويس ولا لا؟ طيب الريجكتد ووتر ازاي استخدمها؟ هنلاقي ان منطقه الشرق الاوسط داخله على مرحله قاسيه جدا 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 من الووتر شورتج، وبالتالي بعض البلاد ما عندهاش الكاباسيتي انها تعمل دياليسيس في كل حته لان في عندها شورتج ايفن في التاب ووتر. سو اي فولي اجري ذات بروفيسور سمير صالح ان شاء الله هيكلمنا على الووتر تريتمنت والجرين وازاي نعمل ريسايكلينج للووتر ده، ودي من الحاجات اللي هي لازم تكون مشروع قومي من مجلس اداره الجمعيه في هذا المجال. كلمنا على ال 3PH، انا برضو يعني بحبهم قوي ال 3PH من السوليد فلاكس والفيسيولوجي والفيلوسفي. النهارده شويه على بقى الدياليسيز من برين دياليزر كومبوننت كي يو اف او دياليزر الترا فلتريشن بليد. هندخل جوه الدياليزر ونشوف الفلو انسايز دياليزر، وكمان هايلايت على الدياليزر رياكشن، وبالتالي باي ذا اند اوف ذيس سيشن ان شاء الله هنكون خلصنا كل البي اتش اوف هيمو دياليسيز بيسكس اوف ثيرابي. لو رجعنا ل more or less 10 years ago when you compared low flux and high flux by some literatures، طبعا اسواهم على الاطلاق كانت الهيمو ستاديز اللي قالت ان مفيش اي بروجرس في الهاي فلكس جروب عن لو فلكس جروب، وبعدين السكندري بيبرز طلعت بعد كده بتقول في مور امبورتنت هاي فلكس جروب، لغايه ما طلعت الام بي او ستادي من برين بيرنابيلتي اوتكم وقالت ان هو احسن في الدايابيتكس او في اللو سيرم البوم بيلو 4. اي ثينك ذيس از اوبسوليت ناو، كل الريسيرش دلوقتي بتتجه على الهيمو دايا فلتريشن اند هاي فلكس اند ميديوم كات اوف من برينز، وخلاص الراجل الغلبان بتاع لو فلكس ما بقاش موجود، على الرغم ان البي فاليو كانت بينهم في الاول ما قالتش بينفيتس، لكن ستيل وي ار ان اجريمنت ذات ذيس ذا ايرا اوف مور بورس دايلسيس ممبرين اند مور فلكس از ريكوايرد تو ريموف ذا ميدل مولكيولز. So choosing a dialyzer, what the clinician need to know. دي نقطة مهمة جدا سواء إذا كان manager أو director أو even residents، لأن موضوع ال dialyzers وال tenders والدخول في هذا ال branch إحنا بنستمع فقط لل commercial side أو marketing side، وتبقى غالبا معلوماتنا في الكلام اللي هم بيقولوه ممكن ما تبقاش كامله، وبالتالي choosing a dialyzer حقيقي مشكله في اماكن كتير بالاخص في التندرز. طب هنشوف الدايلايزر كومبوننت وايه اللي ممكن تفوكس عليه وهاو تو ريفيو ايتش كومبوننت، then we can decide what is the best dialyzer we can have. So usually patient on end stage renal disease need to be prepared for any event. كل ما بيعمل efficient dialysis هيبقى more prepared for any further event. Usually we are using high flux, improving the anemia, improving the nutrition, controlling the volume status of the patient, control of blood pressure, and treat any inflammatory reaction, especially with the vascular access type. ما اقدرش اقول دايلايزر ودايلايزر من برين غير لما احسن الدنيا دي كلها، على الرغم ان في بعض الاستاديز بتقول ان الافيشنت دايلايسيس بيحسن حاجات كتير جدا، بيزود النيوتريشن ستيتس، بيحسن الانيميا، بيقلل الانفلاميشن، بيعمل مور اور ليس كنترول للميتابوليك بروفايل، لكن ما هوش لوحده كافي ان انا اقول ان انا بعمل اديكوت دايلايس. لوكينج ان ديبث انسايد اوف دايلايزر انكلودينج ذا دايلايسيس من برين، دي المحاضرة بتاعتنا النهاردة هناخدها واحدة واحدة. In some details of the secrets inside the dialysis membranes as well in the dialyzer. Originally term flux, this is a text just to be reviewed, defined زمان من في الثمانينات ان اي الفلكس اكثر من 15 ده بيعتبر dialyzer of high flux.
later on كان في البيتا 2 مايكروجلوبولين دخلت في الفيلد اوف ايدنتيفاينج ذا فلوكس اوف ذا دايلايزر وبالتالي اتقسم الى لو فلوكس ميد فلوكس اند هاي فلوكس. الترم ميديوم فلوكس ده مش متوفر كتير ما فيش غير تو commercially available types of dialyzers worldwide medium size او medium flux. انا عملت واحد فيهم من سنة 2006 وشركة يابانية برضو عاملة واحدة من medium flux اللي هو ما بين اللو وما بين الهاي flux وبتقدر تاخد some benefits من medium flux افضل طبعا من low flux. I think the decision of high flux now at least on the scientific background ما بقاش في اي competition لان احنا بنتكلم دلوقتي على يوريميك توكسينز اب تو 50000 دالتون. البيتا 2 مايكروجلوبين صغير جدا ان انا احكم عليها وبالتالي one of the step of choosing a dialysis membrane is to see the sieving coefficient of larger molecule rather than the beta 2 مايكروجلوبين. وده نقطه مهمه جدا لازم نسال عليها مش بس البيتا 2 مايكروجلوبين. So the nowadays the usually definition of high flux depending on the sieving coefficient of beta 2 microglobulin. I will highlight the Japanese. طبعا افضل ناس بيعملوا dialysis هي Japanese classification مختلفة تماما عن ال classification المعتادة للدياليزر سواء بالالترا فلتريشن او بالsieving coefficient alone. So the high flux and protein leaking at dialysis membrane had been defined on the basis of combination of water permeability او KOF اللي هي الهيدروليك permeability, beta 2 microglobulin removal parameters sieving coefficient and clearance as well albumin parameter sieving coefficient on amount removed. الhigh flux low albumin leak, البروتين leaking or the medium cut off ده بيتحط تحت بند protein leaking يعني اكتر من 3 ل 4 جرام per 4 hour session. وبالتالي الهاي فلوكس سيفنج كوفيشنت ممكن يبقى زيه زي البروتين ليكنج لكن البروتين ليكنج بيبقى كمان في اكتر شويه في الالبومين لوس من 3 ل 4 جرام. هما الاثنين بيتحطوا تحت بند الهاي فلوكس دياليسيس ممبرين لكن هاي فلوكس تراديشنال اند بروتين ليكنج اور ميديوم كات اوف ويتش از بيرميتنج البومين لوس مور ذان 3 جرام. So looking in depth in dialyzer QF and QF maximum, I believe in QF معروفة عند الناس كلها وprinted على dialyzer specification وفي data sheet. لكن هو الناس ما تعرفوا كتير ان في حاجة بنسميها QF maximum. بمعنى اخر ايه? In which is the best QF at a significant transmembrane pressure. ودي اللي انا بعمله في اللاب in vitro testing to find which is the best QF. ده مهم جدا 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 في الهيمودايفلتريشن لان لو زودت الالترا فلتريشن ريت عن الماكسيمم بتاع الفايبرز المنحنى هينزل والدياليسيس اديكواسي هتقل جدا. يبقى QF maximum معناها افضل الترا فلتريشن للفلتر against the trans membrane pressure. هنوري كيرف للموضوع ده وده بيتقاس في اللابراتوري الريسيرش اند ديفلوبمنت. For any given dialyzer the QF is the estimate of QUF او الترا فلتريشن ريت على الترانس ممبرين بريشر لو قسمت على السيرفيس اريا بيطلع لي بير سكوير متر. ما يهمناش قوي بير سكوير متر ده لكن يهمنا ان هو QF of any dialyzer يعتبر على الالترا فلتريشن ريت على الترانس ممبرين بريشر. لو جينا شفنا تاني بعض الريسيرشز اللي اتعملت في الكي او اف هنلاقي ان الالترا فلتريشن كوفيشنت اوف ادايلايزر از نوت افيكسد فاليو يعني اللي مكتوب على البروشور از نوت افيكسد فاليو ده فاريبل اكوردنج تو ماني اذرز اكوردنج للممبرين بير سي ممكن يفرق وaccording to the treatment parameters بتاعت حضرتك تفرق وaccording to the patient's parameter as well ممكن تفرق. يعني الالترا فلتريشن في عيان الهيماتوكريت بتاعه عالي والبروتين كونتنت بتاعه عالي لازم هيبقى اقل من الالترا فلتريشن في عيان انيميك اور لو سيرم البومين.
وبالتالي ما هواش فيكسد. كيو اف 2 ترانس ممبرين بريشر ريليشنز ويز الترا فلتريشن تعتمد على التريتمنت بارامترز. كل ما هزود البلاد فلو كل ما هيديني الترا فلتريشن افضل في اتجاه الترانس ممبرين بريشر. كل ما كان البلاد فلو انسايد ذا دايلايزر از جود كل ما هيحسن لي الالترا فلتريشن بروفايل. ترتيبه الفايبر او الفايبر جيومتري كل ما تحسنت كل ما هيحسن لي الكلينيكال يوز اوف ذا دايلايزر اثناء الجلسه. البيشنت بارامتر از ويل تعتمد على الهيماتوكريت وبلازما بروتين كونسنتريشن ار مور اور ليس كومبلكس، لان احنا عارفين اللي ضد الالترا فلتريشن هو البلازما اونكوتيك بريشر زي ما بيحصل في البادي زي ما بيحصل في الانترستيشيوم بيحصل انسايد ذا فلتر انسايد ذا بلاد passing through the hollow fibers. وبالتالي كل ما قل السيرم البومين عند العيان كل ما قل الانكوتيك بريشر وزاد الالترا فلتريشن. الكلام ده مهم ان احنا نعرفه as a concept، لكن مهم جدا 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 لو هشتغل هيمو دايا فلتريشن. هنيجي نلاقي بالكيرف ده واضح وصريح ان مش مع كل زياده ترانس ممبرين بريشر بيزيد الالترا فلتريشن فلو. ده بس في الميه في الديستلد ووتر، لان الووتر ما فيهاش بروتينز وما فيهاش هيماتوكريت. بنوصل لمرحله اللي هي ماكسيمم ترانس ممبرين بريشر يديني افضل الترا فلتريشن، وبعد كده المنحنى لا اما بيثبت لا اما بينزل. وبالتالي لغايه 200 ل 300 ترانس ممبرين بريشر هو ده الماكسيمم بتاعي في جلسات الهيمو دايفلتريشن. طبعا في الهاي فلكس دياليسيس مش هيفرق معايا التي ام بي، ده بالعكس ده التي ام بي بتاعي كمان ممكن يعمل لي باك فلتريشن عنيف جدا جدا ويبقى الترانس ممبرين بريشر بتاعي نيجاتيف، يعني بيدخل فلويدز مع الالترا فلتريشن. لكن في الهيمو دايفلتريشن يهمني جدا جدا ان انا اقرا على البارامترز في الهيمو دياليسيس ماشين what is the trans membrane pressure recorded inside the dialysis machine. ليه؟ لان هيقول لك ان الجلسه دي كويسه ولا لا. You reached the maximum ultrafiltration rate مع trans membrane pressure ولا لا. Increasing trans membrane pressure will not increase the ultrafiltration rate. كل ما هتزود مش هيزيد معاك الالترافلتريشن. الباراجراف ده او الصوره اللي احنا حاطينها دي هو ده البيسك اوف اوتوميتد هيمو دايفلتريشن كنترول اللي موجود في كل الهيمو دايلسيس ماشينز. حضرتك لما تيجي تعمل هيمو دايفلتريشن بتلاقي ان الهيمو دايلسيس ماشين اوتوماتيكالي ادجست السبستيتيوشن فوليوم اكوردنج تو ذا بارامترز اوف الترا فلتريشن ريت وترانس ممبرين بريشر عشان تحافظ في وضعيه تسمح ان الجلسه والدايلسيس ممبرين تحافظ عليه. وده الفرق ما بين الاوتوميتد type of hemodial filtration والفرق اللي هو المانيوال اللي ممكن يبقى فيه ريسك على السيشن. هنقولها برضو ان شاء الله في السلايدز اللي جايه. من شغلي انا شخصيا لما باجي اقيس الالترا فلتريشن ريت اجينست الترانس ممبرين بريشر بتلاحظ حضرتك ان كل ما بيزيد الترانس ممبرين بريشر بيزيد نسبيا الالترا فلتريشن ريت لكن بيثبت بعد الترانس ممبرين بريشر على 300. الحل ان انا ازود البلاد فلو. لما بزود البلاد فلو اوتوماتيكلي على نفس القاعده بيزيد حوالي 10% مور الترا فلتريشن ريت على نفس الترانس ممبرين بريشر. سو انكريزنج ذا كيو بي وان اوف ذا جولدن rule of hemodiafiltration to reach the substitution fluids on the target of more than 23 liters per session. So the ultrafiltration coefficient of the dialysis membrane is not a single value, هي multiple values على مساحة كبيرة من الترانس ممبرين بريشر. ولما بنيجي نقيسه بناخد at least 5 points of trans membrane pressure to see what is the maximum ultrafiltration or ultrafiltration max and what is the average ultrafiltration
of a dialysis. مهم جدا جدا ان انا اجي اسال على الالترا فلتريشن او كي او اف اوف ذا دايلايزر، اسال هل هي معموله على كام ترانس ممبرين بريشر ان وجدت في الداتا شيت. ده اللي انا بقول لكم عليه، ان في جلسات الهيمو دايفلتريشن انكريزنج ذا ترانس ممبرين بريشر هيؤدي الى شويه سلوبنج اوف ذا الترا فلتريشن وممكن يقل كمان. ليه؟ لانه بيعمل لي في المنطقه دي ممبرين بلوك او كلوجنج او فاولنج. كل ما هزود الترانس ممبرين بريشر عشان اوصل للتارجت الترا فلتريشن ريت هيقلب معايا بالعكس. عشان كده كل الهيموداياليسيس ماشين بتشتغل على الجزئيه دي. الهيموداياليسيس بيحسب لك الكيو اف ماكس ويبتدي يظبط الترانس ممبرين بريشر بحيث ان هو ما يزيدش عن الليميت، وبالتالي ما هيش لينير كورليشن الا في اللو فلكس. اللو فلكس لان هو طبعا الترا فلتريشن ريت بتاعه قليل فهي لينير كورليشن، لكن في الهاي فلكس ات از نوت لينير كورليشن. طيب انا ككلينيشن هستفيد منها ايه؟ هستفيد ان انا لو هشتغل هيمو داي فلتريشن يبقى يفضل الدياليزر with higher ultrafiltration coefficient عشان يديني مساحة أكبر للultrafiltration rate. In the book مكتوب إن هو فوق ال 40 مليمتر mercury ultrafiltration plot، لكن لو أنا عليت ل 50 و60 و70 و80 و90 هيديني أفضلية في الultrafiltration rate against trans membrane pressure، وأطمن إن الأربع ساعات بتوع الجلسة more efficient with dialysis membrane not blocked. So building up PNP during dialysis will decrease the ultrafiltration rate and the clearance values by protein layer formation. Hemodialysis في sessions once in the machine فيها في bad control ولقيت ان في building up PNP توقف على طول الالترافلتريشن اوتوماتيكالي حضرتك من غير ما تشوفها هي بتوقف الالترافلتريشن، لا اما بتعمل اوتوميتد باد فلتريشن تنظف تاني الممبرينز، لا اما تزق بولس اوف سالاين انسايد ذا دايلايزر فتعمل كليرنج للبروتين ادسوربنت. وده تو تايبس اوف كنترول. يبقى انا لما اجي اشتري مكنه او هيمو دايلايس ماشينز تقدر تعمل لي هيمو دايلايس فلتريشن اساله وات از ذا فيدباك كنترول عندك. لو تي ام بي زاد الهيموداليس ماشين كسوفت وير هيديني ايه او هيعمل لي ايه؟ هم غالبا بيشتغلوا على البريشر كنترول والفيدباك بيعمل اما ايذر فلاشنج اوف سالاين انسايد ذا فايبر اوتوميتد فلاشنج او ان هو بيعمل لي باك فلتريشن، فبالتالي من الطريقتين دول بيزودوا الالتر فلتريشن كوفيشن تاني. So this is our first point. Dialyzer QF is not a fixed parameter and it depends on a lot. Increasing the blood flow هيحسن لي الالترا فلتريشن ريت لو انا غير ان انا هستخدم على QP قليل. ولما نيجي نشوف برضه الهيمو داي فلتريشن محتاج blood flow عالي، محتاج انك انت تزود الفلتريشن فراكشن بتاعك عن طريق زياده ال QP. يعني عشان نعمل هيمو داي فلتريشن efficient مش هنحتاج اقل من 350 ملي بير مينيت بلاد فلو يوجوال ان يوجوال كيسز. سو بلاد اند دايليزيت فلو ان هيمو داي فلتريشن ا كريتيكال نيد. ذا افكتيف بلاد فلو ريت اند تريتمنت تايم كريتيكال تو اتشيفينج ذا بريسكرايبد كونفكشن فوليوم. مهم قوي الفلو ريت والتريتمنت تايم، ازود الوقت لو مش قادر اوصل للتارجت. Blood volume processed per session عدد الليترز اوف بلاد دخلت الفلتر حوالي من 70 ل 90 او ل 100 لتر بير سيشن. ببساطه الكيو بي بير مينيت ملتبلايد في 60 ملتبلايد في عدد الساعات يديني البلاد بروسيست فوليوم. الالترا فلتريشن ريت تبقى ليميتد ل 25 ل 30% من البلاد فلو ريت. ده اللي بنسميه الفلتريشن فراكشن، الترا فلتريشن ريت على البلاد فلو ريت ما يزيدش عن 25 ل 30%. هاير فلتريشن فراكشن لو زاد عن كده
lead to excessive hematocrit inside the dialyzer, resulting in high pressure, membrane fouling, increased albuminosis, and risk of clotting. كل ده هيزيد لو زودت الفلتريشن فراكشن. طب انا هزوده امتى؟ لو قلبت الهيموداياليسيس ماشين من اوتوميتد مود الى مانوال مود. يبقى انا دخلت على طول في هذا البند لان كلهم بيظبطوا على هذا الرينج. شير ريت اند شير ستريس، اتكلمنا قبل كده على الشير ستريس بالهورو فايبرز. لو كان الشير ستريس بتاع كويس البروتين كونتنت على الممبرين هيقل والعكس صحيح. وده دي علاقه بالبلاد فلو انسايد ذا دايلايزر. هنشوف بعض الاكزامبل اللي كده. To maintain an adequate shear rate and best use in effective membrane area of hemodialyzer, the blood flow should be 200 milli per 1 square meter. يعني حضرتك لو هتشتغل على 2.0 يفضل انك انت توصل فوق ال 350 ملي بير مينت كيو بي لو العيان الجنرال كونديشن الهارت كونديشن الفاسكولار اكسس كونديشن تسمح. احنا قلنا لو احنا زودنا الكيو بي وكانت الفيستولا فيها هاي بريشر اور هاي فلو ده هيعمل لي كارديو بالمونري باي باس على الجزئيه دي وهيقلل لي الافشنسي. فهي كلها على بعض مجموعه سيركلز كلها ما اقدرش اقول واحده اهم من الثانيه. لكن استفيد من الجراف ده ايه؟ من كلمه البلاد فوليوم بروسيست اعرف الافشنسي اوف دياليسيس كان كام ليترز. ما اقلبش الاوتوميتد مود الى مانوال مود لان كده هخش على هاير فلتريشن فراكشن واعمل ازود الفاولنج على الدياليسيس ممبرين. So the hemodial filtration with prescribed ultrafiltration rate, higher transmembrane pressure اكتر من 200 هيزيد الترانسمبرين بريشر مش هيعمل لي further increase ultrafiltration. خلاص مهما يزود مش هيزود بل بالعكس هيعمل لي membrane fouling وبروتين adsorption. وبالتالي automated mode of hemodial filtration عن طريق الـ hemodialysis machine feedback determine maximum substitution to avoid الـ higher TMP. انا ساعات اراجع على الجلسات الـ hemodial filtration الاقي same machine same dialyzer لكن one patient عامل substitution 17 و other patient عامل substitution 22 و23. ده نتيجة عوامل اخرى زي ما اتفقنا، ممكن الهيماتوكريت يكون اعلى، ممكن يكون البلازما بروتينز اعلى، ممكن يكون حاجات كتير قوي داخل في الدلمة دي. وبالتالي انا لازم ابص على الاوتوميتد مود وفي مضاعف فلتريشن. احسن ازاي؟ احسن ان انا احسن الفاسكولار اكسس، ازود الدايلايزر، اطول الوقت، اراجع الهيمودايف فلتريشن ريكوايرمنتس عندي. ممكن ازود الدايلايزر الترا فلتريشن، ممكن ازود السيرفيس اريا، ممكن ازود التايم من 4 ساعات ل4 ساعات ونص، وكتير جدا ان احنا احتاجناها نتيجه ان بيحصل ان العيانين دول ما بيقدروش يحصلوا الفاليو دي على ليفل اقل من كده. وبالتالي يبقى انا لو انا اشتغلت على الجزئيه دي كويسه جدا يبقى انا ممكن ازود الالترا فلتريشن ريت بتاع العيان واحسن السبستيوشن فوليوم. Looking inside the dialyzer، اي دايلايزر بيبقى ليه بلاد انلت وبلاد اوتلت، ليه جزئيه بنسميها الارتيريال هيد وجزئيه بنسميه الفينس هيد، وليه حاجه بنسميها البوتنج ماتيريال. هي مش مهمه للدكاتره النفرولوجيست لكن مهمه في الاسمبلي لان ليها طبعا خطوات مهمه جدا، لكن ممكن من اسباب الرياكشن تكون من البولي يوريثان او البوتينج والباندل كابيلرز. تفصيلة الفايبر انسايد ادايلايزر از ا مارك اب او نوع من انواع الارت انها تتوزع ازاي وتدخل ازاي. هنشوفها في فيديو لطيف جدا في الفتره اللي جايه ان شاء الله شورتلي. كنا تطرقنا قبل كده على موضوع البلاد فلو سبيد انسايد ذا دايلايزر.
لازم نعرف ان السنتر غير البريفرن في البلد فلو، عكسه في الدايلازيت، البريفرال احسن من السنتر. طب اذا كان عندي بلد فلو اكتر في السنتر لا يقابله دايلازيت فلو في السنتر، ده اللي بنسميه بلد اند دايلازيت فلو ميس ماتش. انا مش مستفيد من مساحه السطح اللي انا جايبها، ممكن اجيب 1.8 دايلايزر لكن كباستي بتاعته 1.6، لان الفلو ما بين البلد وما بين الدايلازيت هاز ديس ماتشنج او ميس ماتشنج. وبالتالي وان اوف ذا سيكريتس انسايد ذا دايلايزر از ذا بلد فلو، ان انا احسن الفلو انسايد ذا دايلايزر. كتير اشتغلوا على البلد فلو يزودوا الفي ماكس او الفيلوسيتي انسايد، لا اما عن طريق الاوبتمايزيشن اوف كاب. لكم حضرتك تتخيلوا ان انا ممكن اشتغل على الديزاين لكاب واحد فور ثاوزندز اوف يورو اوف سيميوليشن اند موديلنج. ممكن انذر بيشتغل على السبايرال فلو، كل ده بيزود الفي ماكسيم، بيحسن الفلو انسايد ذا فايبر. على ما اظن ان المنظر ده مش غريب علينا كلنا، ممكن يكون الجريد بتاعه كتير، بدايه من كلير فايبر ات ذا اند اوف ذا سيشن لغايه فايبر ستريكس اوف بلاد ات ذا اند اوف ذا سيشن. طبعا دول من ضمنهم اجزاء، لو جينا بصينا للجزء ده هنلاقي ده فايبر كلوتد، جزء ده فايبر كلوتد، جزء ده كله فايبر كلوتد. وده لاما سبب من اثنين، لاما في هاي الترا فلتريشن ريت حصل، او ان العيان كان البارامترز بتاعته فيها مشكله بالاخص الريسيركيليشن. اكيد في كتير قوي من البيشنتس يوجوالي بنلاقي الشكل ده، وكتير قوي من البيشنت بنلاقي الشكل ده، والفرق ما بين الاثنين نوت اونلي ذا دايلايزر، يعني ممكن يكون هو نفس التايب لكن ده وده ما بين عيان لعيان، يبقى البارامترز الثانيه اللي بتدخل معايا الدياليسيس بوبيليشن. فور رايدنج ذا رود اللي هو بلاد من برين كونتاكت، مهتم بالبلاد من برين كونتاكت ليه؟ حضرتك لو تخيلت معايا الرحله خلال اربع ساعات في الدياليسيس، البلاد فلو الدياليزر كلينث انسايد في اللينث اوف ذا فايبر حوالي 3 كيلومتر ديستانس، بيعدي عليها كل 15 ثانيه. فخلال الاربع ساعات من 70 ل 90 لتر سيشن بيقطع مسافه حوالي 3800 كيلومتر ما بين كونتاكت اوف بلاد اند دياليسيس ممبرين. لو هو بايو انكومباتبل اور كان انديوس اميون رياكشن، يبقى المسافه الطويله دي هتبقى نكد على العيان. اميون رياكشن، بليتلت اكتيفيشن، نيكروفاجس، اثيروسكليروزس، كل ده بيخش تحت بند بايو انكومباتبل دياليسيس ممبرين. وبالتالي الناس كلها عارفه الكلام ده من سنه 90، ازاي يحسنوا البايو كومباتبل اور انت دياليسيس ممبرين. افضل شيء عملوه كان في الفتره دي الجابانيز، ان هم قالوا لازم اساسي من ايرلي ستاديز لازم يكون بايو كومباتبل دياليسيس ممبرين، وبعدين نتكلم على الفلكس. الدياليسيس هناك في اليابان بيقسموه الى حاجه بنسميها الهاي بيرفورمانس دياليسيس ممبرين. اول ما ابتدوا صنعوه لقوا ان في لوس 7 جرام، قال لك لا كده مش هينفع، العيان هيخش فيه هايبو البوبينيميا. ابتدى بعد كده ليتر ان هم يحددوا ال 3 جرام لوس بير سيشن، واصبح 98% من الدياليزرز يوزد ان جابان تحت بند الهاي بيرفورمانس من برينز. 98% من البوبيليشن اندر دياليسيس ان جابان. طب هل ده نتيجه اوبينيون الون اوف نيفرولوجيست؟ يعني هل الدكاتره هناك فقط مقتنع بهذا البند، ولا كمان انا عشان اطبق سياسه لازم اعمل حاجه مهمه جدا، اعمل حاجه باي فور بيرفورمانس؟
لم يطبق اي جوده في اي بلد على اي مستوى في الدياليسيس الا اذا عملت ري امبيرسمنتس اكوردنج للبرفورمانس بتاع الدياليسيس. حضرتك ما ينفعش سنتر بيستخدم لو فلوكس 1.3 دياليزر اعمل له نفس الفي او ري امبيرسمنت بنفس واحد بيستخدم 2.0 هاي فلوكس اور هاي بيرفورمانس. عشان كده في اليابان as a nephrologist as well as في السوسايتي عملت ري امبيرسمنت اكوردنجلي الكلاس اوف دياليزر يوزد كلاس 1 2 3 كونسيدر بيلو لو فلوكس بيلو هاي فلوكس كلاس 4 اند 5 كونسيدر هاي بيرفورمانس ممبرين. وبالتالي الري امبيرسمنت هنا قليل يزيد لغايه ما تقول لي انا بستخدم تايب 5 دياليزر وبالتالي هتاخد اتعابك تمام عشان الخدمه تمام. وده اللي بنسميه pay for performance. لن ينصلح حال الدياليسز على مستوى العالم من غير ما يتحط سكور ويبقى فيه pay for performance. We highlight that في الايجيبشن جايد لاين. وانا عارف ان هو هياخد زمن طويل للتطبيق لما يكون في اداره قويه عايزه تطبقه، لكن هيطبق اكيد في يوم من الايام. وده سيستم كويس جدا. طبعا السعوديه من الدول الرائده في هذا المجال في البيرفورمانس فور كل الدياليسيس سنتر اللي موجوده سواء اذا كانت الكوربريت او سواء اذا كانت سيرفينج ذا دياليسيس بوبوليشن هناك. وليهم ليميتس في البيرفورمانس تو بي تارجت، وليهم ليميت في الهيموديفلتريشن، وليهم ليميت في كل حاجه اعلى ايفن من امريكا. انا احييهم جدا على البرنامج القوي للهيموداياليسيس في دولة السعودية الشقيقة. So is it a correct time to use high performance dialysis membrane? I think yes. It should be excellent biocompatibility. تذكر حضرتك الرحلة 3800 كيلو ما بين البلاد والممبرين، علاقة حميمة جدا خلال الأربع ساعات. Effective clearance of target solutes. Poor size larger than conventional hemodialysis عشان تسمح به اليوريميك توكسينز. Should also have some higher molecular weight cut off لكن شارب عشان موضوع الالبومين كلوس. هو دي الكرايتيريا لو انا هقول ايه افضل دياليسيس من برينت استخدمه. Back again to the Japanese. انا احترمهم جدا، لكن لما تشوف حضرتك ما بين الهيمودايلس والهيمودايفلتريشن نبص على السيرفيس اريا. مش بس بيستخدموا من برين هاي بيرفورمانس، لا كمان بيستخدموا من برينز كبيرة. لا على الرغم ان الجابانيز زي ما احنا عارفين ان اوزانهم واطوالهم اقل من اليوروبيان، لكن هم عشان كده يستحقوا يكونوا احسن سيرفايفر على مستوى العالم لانه بيدوا للدياليسيس افشنسي كنترول من برينز سايز كل تايم كل حاجه فعلا بيرفكت. عرضنا الفيديو ده في اول حديثنا في اول تعارف على البيسك principles of hemodialysis ما بين الـ inner side والـ outer side، واتفقنا الـ inner side of the blood membrane contact والـ outer side ما بين الدياليسيت contact، وسميناه ساعتها asymmetric dialysis membrane يعني الـ pores inside أصغر من الـ pores outside. ودي زي ما اتفقنا ليه أهمية، لأن لو في impurities ودخلت من الـ pores هتقع في النص، ولو في toxin خرج من البورس هيلاقي السكه بتاعته واسعه ويقدر يخرج على الدايلاسيت. عشان كده نيرلي اول دايلاسيس ممبرين اوتوماتيكالي هتلاقي مكتوب عليها اسيمتريك ممبرين حتى لو مش مكتوبه، لكن دي 90% اوف ذا افيلابل دايلاسيس ممبرين. عكس زمان السيليلوس ممبرين هو سيمتريكال زي ده زي جوه زي بره. طيب الشغل في الدايلاسيس ممبرين من خبرتي في الريسيرش اند ديفلوبمنت بيشتغل على مرحلتين هنا قوي من دياليسيس ممبرين. المرحله الاولانيه ان هو السيفنج اريا، ان انا احسن السيفنج، احسن المولكيول اللي تخرج. والمرحله الثانيه ان انا احسن ان هو ما يخشش اندوتوكسين، انها تبقى هنا في الممبرين. وبالتالي دول زي الكوين تو فيسز مختلفين. هنا تو امبروف ذا سيفنج اند سوليد ريموفال،
وهنا to protect the patient from endotoxin entrance. هو لو قدرنا نعمل الكومبوزيشن ده والتركيبه دي بتبقى فعلا مور افيشنت اس ويل مور سيف الانر بارت والاوتر بارت اوف ذا ميمبرين. كان دايلايزر ديزاين امبروف سوليد كليرانس فور هيموداليسيس بيشنتس. اه طبعا يحسن لو كان سموث انر سيرفيس. بحب التيرمن ده ان انا دايما اعرفه واقوله ان هو سموث لايك ان اندوثيليوم. لو انت وصلت لسموث انر سيرفيس از ان اندوثيليوم يو جت ا تارجت. وفي نفس الوقت رفنس وهارد اوت سايد عشان يمنع البكتيريا دي ان ايه والاندوتوكسين من انها تدخل. يبقى البرفورمانس اند سيفتي از ايكويفالنت ان تشوزينج ا دايلايزر. هنخش على الديزاين بتاعه. في حاجه ماكرو انديوليشن وماكرو انوفيشن. طيب نبص عليه شويه. مايكرو انديوليشن meaning that the fibers are not straight. It is micro انديوليتد. It is curvy. وهنلاقي ان الانجل بتاعتها واسعه جدا جدا يعني الانجل عالي قوي على المايكرو انديوليشن. ده عملته سنة 2004 وكان أول dialysis membranes with this specific geometry. الفايدة بتاعته عالية جدا وبيوفر dialysis money كتير لأن ما بيمنع وجود الشنتنج أو الديد سبيس اللي هي fibers مش حواليها dialysate وبيحسن البرفورمانس 10% من غير ما تدفع فلوس أزيد في الكوست أوف ذا فايبر. المايكرو انديوليشن ده فور بيتر بلاد اند دايلازيت ماتشنج ريزيستنس تو دايلازيت فلو از ديكريزد. يقدر الدايلازيت يتوغل ما بين الفايبرز. نو ديد سبيسز. الانترنال دايمتر 200 مايكرون وده بيدي براح اكتر للبلاد فلو. This is my work and the wall thickness بتاع الفايبر 40 مايكرون وبالتالي بيقل جدا الاندوتوكسين ترانسفير. بتحسن السيفنج مقارنه بالالبوم اللوس. ال 40 مايكرون دول يعتبروا حجاب ناحيه الاندوتوكسين ادسوربشن كاباسيتي بتاعتك. يبقى دي one of the parameters في الدياليسيز ممبرين كونستراكشن. assessment نقدر نعمل assessment. we have to respect ان الدياليسيز ممبرين is not one way street. is not from the blood to the dialysate. it is not. and we have to respect both the inside to outside and outside to inside. ولو استخدمنا endotoxin fluorescence بنلاقي ان في endotoxin retention by more and less dialysis membrane, but we have to notice that we have to respect both the inner and the outer dialysis membrane. We can do that in the lab. كتير نشتغل عليه كتير جدا by endotoxins solutions. ونقدر نعمل calculation ونشوف how much retained. It dialyzer much more than a membrane. You have a structure. كل جزء من الاستراكشر ده ممكن يقعد years of research and simulation. الهيدر and caps مهمة جدا to improve the blood flow. الفايبرز تايب وريولوجي وجيومتري وشكلها وتستفيدها inside the house مهمة جدا. دخول وخروج الدايلازيت مهمة جدا. دخول وخروج البلود مهمة جدا. كل ده components of a dialyzers. الفايبر نمبر ديبند اون ذا سيرفيس اريا غالبا 1.6 اند اباف. بنتكلم من حوالي من 10,000 ل 16,000 فايبرز ان ذا بيجست 1.
of the surface area. وليها كالكوليشن نقدر نقول ان الدايريزر تقريبا ال 1.6 بيبقى فيه حوالي 10,000 10,500 او 11,000 fibers inside the dialysis housing. Should be designed to perfectly improve blood flow. عشان يحسن السنترال بلاد فلو والبريفرال بلاد فلو فما اشوفش المنظر بتاع الستريكس العنيفه اللي ممكن الاقيها في بعض الدياليسيز بيشنت. كمان البورستي لازم تكون يونيفورم واتس كولد نانو تكنولوجي. كلمه نانو تكنولوجي عشان بس الدكاتره يبقوا عارفين اي حاجه فيها نانو سكيل بشتغل على نانو متر وتسمى نانو تكنولوجي. Is it applied to the dialysis membrane? Yes. لأن ممكن أضبط البورستي بحيث إنها كلها تبقى same size على نانو سكيل وممكن يفرق معايا ألاقي بورس أكبر من بورس كتير. لو أنا جيت للممبرين ده هلاقي الألبوم اللص بتاعه عالي جدا. لو جيت للممبرين ده هلاقي الألبوم اللص بتاعه قليل جدا. هو ده الفرق ما بين الاثنين. البلاد فلو زي ما اتفقنا السنترال فيلوستي اكتر من البريفرال. لور هيماتوكريت بيبقى الفلو احسن من الهاير. لور فيسكوستي الفلو بيبقى احسن. وكمان الكيو بي كل ما هتزيد هيزيد الفيلوستي. تقريبا بنتكلم في 2 سنتي بير سكند. يبقى احنا اتكلمنا على الديزاين والفلو والارينجمنت. نيجي على البلاد ليك. احنا يعني عارفين موضوع الفايبر ليك تروماتيك على طول. اي فايبر يحصل لها كاتنج ده الفايبر ده رقيق جدا ده ارفع من شعرة الراس وبالتالي يعني اي تروما على الفلتر وارد قوي قوي ان هو يحصل كاتنج للفايبرز وبالتالي الاقي البلاد ليك البلاد ان ذا دايلازيت والاقي ليكي دياليسيز ممبرين. طبعا كل هيموداليس ماشين فيها فوتو سيل وكان اتراكت. مهم تاني جدا انا اهتم من الارنجمنت والريولوجي والفلو انسايد ان ده رابع سورس اوف اير امبولاي انسايد ذا فايبرز انسايد ذا دايلايزر ومش لازم تكون كبيره لازم ممكن تبقى اير بابلز او مايكرو بابلز. كلمه مايكرو بابلز معناها انها ممكن تعدي من الهيموداليس ماشين وبتبقى بالمايكرون. الدايلايزر از سايت فور اوف مايكرو بابلز فورميشن لو انا ما عنديش جود ارينجمنت اوف ذا فايبر. طبعا اللور لوب والبيشنت فاسكولار اكسس والبامب بلاد فلو بامب والهيبرين والى اخره كل ده ممكن يدخل اير لكن الفايبرز از ويل والدايلايزر كان انديوس اير. وده الاير ديتكتور في اولموست اول ذا دايلايزر ماشين لكن بتفرق في السنسور. يعني ممكن دايلايزر ماشين يبقى مور سينستيف للمايكرو بابلز عن دايلايزر ماشينز اخرى. ودي مهمه في الكلينيكال. ده 2009 كان قصه شهيره جدا في انجلترا. نيو نيتس نيد تو دو دايلايسيس اند ذي هاف one of them has congenital anomalies burst abdomen and they cannot do peritoneal dialysis. ومش متوفر الهيمو دايلسيس في نيونيت. And سافرت نيوكاسل وقعدت مع الناس واتفقنا ان احنا نعمل دايلايزر فور نيونيتس. 2009 within 6 months I did a new flux which is a very friendly handmade new filters for the new flux with the surface area 0.04 and it's saving life. 2 years later, the patient who survived with the new flux did a transplant and can it see BBC UK achieving effort of the dialysis. We في نيوكاسل عملوا دايلايزر ماشين مش متوفره في العالم غير عندهم for new needs اسمها new flux dialysis machine for only new needs. الفايبر ده هنا يا دوبك يعني زي ما انتم شايفين البرايمنج فوليوم قليل والسيرفس اريا بتاعه فيري ماينوت. انا طبعا بتبسط جدا لما بشوفه اكتر من 10 سنين ان الواحد قدر تو سيف لايفز لان ساعات ما بيبقاش افيلبل ايفن بي دي في ان سم دايلسيز ريكوايرنج
patients. ده الجزء تقريبا التلت الاولاني من السيشن. هنجري بسرعه شويه فور ذا تايم سيكينج. الاستراليزيشن عندي طبعا ستيم وراديشن والكترون بيم، نوع من انواع الراديشن الجاما او الاي بيم. والنوع الافضل هو الاوتوكلاف او الانلاين. الانلاين ده كوميرشال نيم، معناه الفلاشنج او ان انا تبوش سالين انسايد ذا فايبر، لكن كوميرشالي اتس كولد انلاين. الاوتوكلافينج فور شور از وان اوف ذا بيست في كشركه بتقدر تعمله. الاي تي او دايلايزر سيمز تو بي اوبسوليت ان ذا مودرن كانتريز، بعض الدول لسه بتستخدمه، لكن الهيت سواء اذا كان انلاين او اوتوكلافينج ستيم ستيرلايزيشن يعتبر الافضل، والراديشن يعتبر بعد شويه الهيت او الستيم ستيرلايزيشن. ليه؟ لان الراديشن بيقدر يعمل لي سايتوتوكسيك كومباوندز. منين؟ من الدايلايزر ممبرين ومن البوتنج اللي احنا فاكرين قلنا عليه البوليوريثان اللي ماسك البندل. الجاما راديشن ممكن تاثر فيه يطلع لي مواد سايتوتوكسيك. وبالتالي افضل لو انا عليا الاختراع الاختيار في الدياليزر هاخد اول حاجه ايه؟ الستيم. الفارماكوبيا بتقول اوتوكلافينج وده البيست. والاوتوكلافينج ان جنرال هو سيستم معقد جدا. ان 2007 I did a very big autoclave for dialyzer which seems to be capacity اكبر واحد في الميدل ايست for sterilizing dialyzer. بيعتمد على درجه حراره 121. طبعا ده مختلف عن الاوتوكلافينج في المستشفيات، لكن الكونسبت هو هو، لكن في طبعا موديفيكيشنز كتير. 121 درجه لمده على الاقل لا تقل عن 20 minutes with continuous steam flow عن طريق ريموفينج الاير من الفلتر، وبعد كده بيدخل الستيم ويعمل له دراينج تكنيكس. الديفرنت ستيريلايزيشن زي ما اتفقنا، راديشن انديوس ستراكشر موديفيكيشن اوف ذا دايلايزر. البيتا راديشن ارحم شويه من الجاما راديشن، لكن افضل حاجه على الاطلاق هو الستيم. مور سكيور ومور بينيفيتس، واحسن في الباي كومباتيبل، واحسن كمان في الانتي كواجيليشن يوز. هنلاحظ دايما ان الستيم الانتي كواجيليشن يوز اقل. نهتم جدا ان احنا نعمل برايمنج اوف دايلايزر. يعني ايه برايمنج؟ لما اجي اشتغل ده كل دي صناعه فيها بوليمرز يعني بلاستكس، والبلاستكس دي فيها ريزيدوال، وبالتالي لازم اعمل برايمنج. البرايمنج نوت اونلي تو ريموف اير، لكن كمان تو ريموف اي ريزيدوال من المانيفاكتشرنج بروسيس. دي حاجه بنسميها سبيليشن، اند سبيليشن دي في الاوروبيان جايد لاين بيقول نعمل بليتر سالاين رينزنج بروسيدور تو ريموف السكتش كومبوننتس. الميزه في الستيم ان هو مش هيحتاج اللتر ده ان انا اعمل له برايمنج، لانه اوريدي ستيمد برايمت، وبالتالي ممكن استخدم لور برايمنج فوليوم. ريموفينج الاير والبريفنت كلوتنج طبعا، لانه مش هيعمل استجنيشن اريا. ريموفينج ذا مينيوت بارتكلز انسايد ذا سيركت اللي بنسميها سبيليشن. بيفتح الممبرين بورس امبروفينج ذا بيرفورمانس. بيبعد الفايبرز عن بعضها بحيث انها تبقى ويل replenished with dialysate all through, opening all the porosity, we improving overall in hypersensitivity. اي material داخليه على طول في الرينزنج كومبوننتس هتتحسن. فطبعا ناكد على التمريض زمايلنا والدكاتره الجينيور ان هم يتاكدوا ان هم بيعملوا برايمنج كويس للفلتر. Looking in depth hydrophilicity and structure، ده برضو من الشغل اللي اشتغلنا عليه. hydrophilicity meaning that ان هو حاجه تحب الوتر، والهيدروفيليك كومبوننتس هتقلل البروتين كونتنت اللي على الممبرين. هنا في السلايد دي هنلاحظ حاجتين مهمين جدا.
هنلاحظ ان البروتين كونتنت ممكن يبقى ابسوربت على الدارس ميمبرين، وهنلاحظ ان الفلو على الجزء ده هيضعف جدا. انا هخسر حاجتين، هخسر البورس في المكان دي وهخسر الفايبرز كمان اللي عليها بروتين ادسوربت. كل ما كان هيدروفيلك كومبوننت كل ما كان الفايبرز افضل، يبقى البروتين ادسوربشن قليل. كل ما كان اتين ووتر الممبرين كل ما كان افضل من هيدروفوبيك. بالمناسبه سنه الثمانينات اول ما طلعوا البوليسلفون كان فيري هيدروفوبيك ممبرين وما كانش بيشيل سمول سوليدز خالص، كان معمول فور فلتريشن يعني فور هيمو فلتريشن. جاست يعني كابل اوف ييرز فهموا القصه وابتدوا يحطوا عليه جزء الهيدروفيلك ممبرين اللي هي بقى يعني ممكن نسميها الهيدروجين. طبعا ده اشتغلت عليه كتير، وان هو كده تحسن الدايلسيس سيرفيس واوبتمايزنج الرفنس اللي موجود وتحسن الهيدروفيلست. ده كي مش هقدر اعرفها ككلينيشن لكن هقدر الاحظها اثناء البرفورمانس اوف هيمو دايفلتريشن. لو افتكرنا الفيديو ده من اول سيشن اوف بيسك برنسبل اوف هيمو دايلسيس وقلنا ان الفلو انسايد فلتر شود بي سموث اند شود ريجكت بروتينز من على الوول. وونس انك انت الممبرين بتاعك كويس وهيدروفيلك وكومبوننتس وسموث على طول ريجكتنج البروتين ادسوربت على الدايلسيس ممبرين. وده مهم جدا جدا لان مع الدايلسيس سبيشالي ان هيمو دايفلتريشن بروتين ادسوربشن ولوست لي الفانكشن. طيب اختار اي نوع، بولي سلفون ولا بيلو ايستر سلفون ولا بيورينا ولا بوليامايد ولا بوليميكس؟ انا بالنسبه لي مش هتفرق كتير لان انا عشان هفهم القصه دي. اي دايلسيس ممبرين بيتكون من باك بون وبيتكون من سيفنج لاير. كل اللي يهمني السيفنج لاير دي. الباك بون سواء بي اس او بولي ايثر او بوليامايد او بيوريما او هو ده الباك بون بتاعي. السيفنج لاير دي واحد مايكرو من ال 40 وهي اللي بتحدد ايه اللي يطلع وايه اللي ما يطلعش. وشود بي سموث از ان اندوثيليوم، هلاحظها في الكلوتنج وفي الرياكشن وفي الهيمو دايفلتريشن. كل الجزء الاسيمتريك ده ممكن يبقى بولي ايثر، ممكن يبقى بوليامايد، ممكن يبقى بولي سلفون، ممكن يبقى بيوريما، لكن يهمني الجزء ايه؟ السكين لاير. من ضمن الشغل المهم جدا ان عكس الانر ليومن، معلش هي معلومه بايخه شويه، ان الانر ليومن قلنا ده هيدروفيلك حابب للميه، يحب الفل البلاد ووتر، يحب ان هو يبعد من بروتينز. العكس صحيح هنا، ده كاره لي الووتر، كاره ان هو يترسب عليه لان الهيدروفوبيك بيمسك فيه على طول الانتوتوكسين. يبقى البالانس ما بين الانر ليومن والاوتر ليومن مهم جدا جدا في المانيفاكشن بروسيس اوف ميمبرينز، لان كل ما كان الاوتر لاير تقدر تاخد انتوتوكسين كل ما كان افضل. ده الشغل اللي اتعمل ممكن تحسن جدا السكين لاير. ماده البولي فينايل باريليدول بي في بي، مش مهم نعرف الاسم قوي، لكن البي في بي ده هو ده اللي بيتحط على اي دايلس ممبرين وهو مسؤول على ساعات في بعض العينين من الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن. كل انواع الدايلايزر اللي اتخلقت على مستوى العالم كان انديوس هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، لكن في حاجات اعلى شويه وحاجات اقل شويه، لكن ده موجود فيه على مستوى العالم كله with all types of dialysis. وده اللي اتكلمنا عليه السكاننج الاتوميك فورس مايكروسكوبي وبيتعمل في الريسيرش ازاي تحافظ على السموث سيرفيس مش الرف سيرفيس. ابحاث كتير في المجال الهيدروفيليك بوليمر، انا جبت البحثين دول عشان بس اقول ان انا مش مطول عليكم قوي. لو منشور في الرينا ريبليسمنت ثيرابي زياده الهيدروفيليستي بتحسن الممبرين وبتقلل الاكتيفيشن اوف بليتلت واللاب سيلز والكومبلمنت.
Hemodialysis membrane coated with a polymer hydrophilic contacting layer can enhance diffusional performance. وحسن performance ويقلل التجلط أو الكواجيليشن inside the fibers. من ضمن الشغل الكويس انك انت بعد ما نعمل membranes ونعمل designing ونعمل fibers ونعمل housing ان احنا نعمل computer modeling. والشغل ده برضو اتعمل 5 or 6 years ago انك انت تقدر تعمل computer modeling, تقدر تقول الفلو قد ايه وتحسب الكليرنس على الكمبيوتر وتشوف الماتشنج وتشوف الكليرنس وتشوف الفلو سبيد وتقدر توبتمايز اون كمبيوتر. ايفن ان انا عملت في يوم من الايام بروتوتايب باي 3 دي برينتر, يعني ما صنعناش, انت على كمبيوتر تقدر تعمل ديزاين على 3 دي برينتر وتحط البوليمر يطلع لك مش صوره, يطلع لك ديفايس, يطلع لك فلتر هاوسنج. وده طبعا استخدام التكنولوجي مهم جدا جدا في ريسيرش اند ديفلوبمنت. وزي ما اتفقنا الرافنس والهيدروفوبيك رياكشنز والممبرين انتر اكشن كان اكتيفيت ا لوت اوف سيلز, من ضمنهم الالترناتيف كومبلمنت باث واي, من ضمنهم الكومبلمنت والكواجيليشن بروفايل والبليتلتس, ويقدر يعمل لي انفلاماتوري ريسبونس, ونلاقي ان في سايتوكاينز ريليز ديورينج ذا دياليسيس سيشن. مايكرو انديوليشن وان ذا سبيس ارياز, ده برضو من الحاجات المهمه في الدياليزر فايبر جيومتري. زي ما اتفقنا الستريت فايبر مش كويس لانها بيعمل ديد سبيس ما بينها وما بين الدياليزيت. ممكن يبقى معايا دياليزر 1.6 لكن الكفاءه بتاعته 1.3. ليه؟ لان الفايبر ما هياش اوبتمايز, وده اللي بنسميه مايكرو انديوليشن. ليه؟ عشان ابعد الفايبرز عن بعضها وادي مساحه, اخلق مساحه داخليه لدخول الدايلازيت. ده الستريت فايبرز على طول هيمسكوا في بعض, الدايلازيت مش هيقدر يدخل ما بينهم, وبالتالي في ديد سبيس وبدفع فلوس اكتر في سيرفيس اريا انا ما بستخدموش في الكلينيكال يوز. ده الهاوسنج وده الفايبرز انسايد, وده from the top view باجي الاقي الاوبننجز دي, البلاد بيدخل جوه الاوبننج دي. عشان نقطع شويه الدينستي اوف ذا ساينتفك ماتيريال ومايكرو انديليشن, عملت فيديو كده لطيف نتفرج عليه على اساس نقطع شويه الدينستي, ونشوف برضه يعني ايه مايكرو انديليشن ويعني ايه سبيد فلو انسايد ذا دايلايزر. 2004 the project and micro undulated exactly like that. If you move straight هتقع ومش هتوصل للمرحلة السرعة اللي انت عايزها. Higher angles to separate fibers so the spaces between the fibers تسمح بدخول الدايلازيت وتزود the clearance for removal rate. Enhance blood dialysate matching. Blood flow speed increased by design. All the fibers are separated and ensured full path in dialysate flow. The 1.3 واخد تمنه ان هو شغال 1.3 بعدد الفايبرز inside. All the dialysis should be hydrophilic زي ما اتفقنا. Smooth inner layer. Separated from each other, flowing speed is good, arrangement بتاعها perfect, flow resistance قليل. كل دي من الحاجات المهمة جدا, وبالتالي في الآخر آخد effective clearance of the total size based with a micro undulation technology of no dead space in the dialysis pathway. So this is the concept from 2004 and up till now it's valid in some manufacturing process up till now. So this is the bundle and the micro undulation. And if you look to that, it is how to choose the dialyzer. You can choose the membrane, the material, the flux, the surface area, the pipe compatibility,
which type of sterilization, better rheology, ما فيش clotting, والperformance تقدر تاخد منه أفضل performance. وكمان لو micro-indulated أفضل, وهجيب الصورة بتاعت micro-indulation اللي هي أقرب تشبيه. If you have very this nice lady, small child with curving hair, and if you can see that it's micro-indulated, لو هي in a swimming pool, all her hair would be in a full path of a dilatate. And if you use a straight fibers in the swimming pool, you will find dead spaces and you will lost function of the diastasis brain. Sherry 1.6 ولا 1.8 وهو الكفاءة بتاعته لا تتعدى ال 1.3. Additional manufacturing process في ألمان بيصنعوا برضو نوع من أنواع تاني بنسميه سبيسريون, بيحطوا زي خيوط ما بين الفايبر بحيث انها تفتح ما بينها وبين بعض. هو تكنولوجي موجود وبيقدر نقيس الكلام ده كله بنيوكلير ماجنتيك ريزونانس. على فكره في حاجات كتير جدا من التكنولوجي في هذا المجال, لكن مش هنخش فيها طبعا لان الديتيلز بتاعتها صعبه. لكن ممكن نستخدم نيوكلير ماجنتيك ريزونانس, ممكن نشوف الفلو ديزاين ما بين ماتشنج البلاد والدايلازيت بالستاندرد دايلايزر او سبيسر يارن او الموير ستراكشر او المايكرو انديليتد ستراكشر. زي ما انتم شايفين ده بيرفكت. الدايلايزر از اونلي وان بارت اوف ذا سيناريو اوف دايلاسيس ستيشن. لسه عندنا حاجات كتير, وده طبعا هسيب الميكروفون لزمايلنا الافاضل افضل مني بكتير في الدايلاسيس ليتريتشر, هيكلمونا عن كل البند. اي ثينك احنا في الاخر هيبقى عندنا مكتبه قويه جدا الكترونيك من الدايلاسيس ان شاء الله عما قريب جدا بفضل حضراتكم ومجهودكم ومعلوماتكم طبعا القيم. سيفنج كوفيشنت احنا اتكلمنا عليه في البدايه, هنراجع بس بسرعه بعض الايتيمز. ان السيفنج هاو ماتش از ريموفد, وات تايبس اوف توكسينز يو نيد تو ريموف, دي مشكلتنا احنا والكمبانيز بتمشي علينا. انت عايز تشيل قد ايه وايه؟ If you look to the dialysis uremic toxins, هنلاقي ان احنا بنتكلم لغايه 50,000. وبالتالي الكمبانيز راحوا ناحيه الميديوم والهاي كات اوف. الهاي كات اوف خلاص از داينج ممبرين لان الموليكولار ويت بتاعه كات اوف عالي والقلب ملوس عنيف جدا. لكن هو الكلام ما بين الهاي فلكس والميديوم كات اوف والفرق ما بينهم الى حد ما من 10 الى 20. يجي ما بين الهاي فلكس والميديوم كات اوف السوبر فلكس وده متوفر واسعاره كويسه جدا. كلمة سيفنج يعني السيفنج المعتاد as a traditional translation, ده السيفنج بتاعنا بنستخدمه على طول. لو اعتبرنا طبعا هو ما هوش simple equation like that, لكن لو اعتبرنا ان 10 مولكيول في الدايلايزر 8 من المولكيولز بقوا outside we retained 2, ده نقدر نسميه سيفنج coefficient 0.8 as a very simplified equation. لكن هو بيتعمل وبعمله في اللاب, بيبقى فيه فلتريت وبيبقى فيه بلاد ان وبلاد اوت, وبتقدر تطبق المعادله على ديفرنت مولكيولز. وكل ما زاد طبعا السيفنج ناحيه الالبومين هيزيد الالبومين لوس, يبقى انا عندي اند قبل الالبومين ضروري. Not all dialyzer high flux has the same ultrafiltration او has the same saving coefficient. هنلاقي ان كل دايلايزر ليه تعريف بالبيتا 2 المايوجلوبين والالبومين. طب افضل حاجه ايه؟ انا ككلينيشن حاجه اشوف السيفنج, حاجه اشوف اعلى حاجه اللي هي موجوده المايوجلوبين موليكيولر ويت 17000. 17000 في 68 72 50 10. طب هاخد اعلى حاجه 68 و72 اقارنها بالالبومين لوس. لو 68 والالبومين لوس بتاعه عالي هقول لا مش كويس. لو هلاقي 72 والالبوم اللوس بتاعه قليل اقول ده البيرفكت. يبقى هي عمليه توازن ما بين الهاير سيفنج اوف مولكيولز واللور البومين لوس. ده المعادله اللي هي المفروض تتطبق. كمان المعادله دي اثناء الكلينيكال يوز ما بتطبقش كلها, يعني مثلا في الهيمو دايفلتريشن اكتر وقت بيبقى فيه البومين لوس هو اول ساعه.
اشمعنى اول ساعه؟ لان حضرتك الممبرين بيقفل بعد كده من القلب ومن الكيوز، عشان كده القلب ومن اللوس. وده في ستادز بتتعمل حاليا عندنا في جامعه عين شمس على القلب ومن انتايلازيت على مدار الاربع ساعات. فاول نص ساعه لساعه هو ده الماكسيمم قلب ومن اللوس، وبعد كده بيقل ستيفنج كوفيشنت وذ دياليسيس تايم لان الممبرين كلوجينج او ممبرين اوبستراكت. الباك فلتريشن اون ديماند زي ما اتفقنا في الفيدباك كنترول، بنلاقي على طول الاوتوميتد رول تعمل لي فلاشنج من الباك. نرجع تاني للمولكيول، ما هوش سايز بس، هو شيب، سايز اند شيب. هنيجي نلاقي لينير مولكيول زي الالبومين يقدر يدخل ما بين البورز ويتلخ، والمولكيول الجلوبولر او التخينه او اللي ليها شكل الكوره هيبقى صعب زي المايوجلوبين. عشان كده من اصعب الريموفل في الدالسيز هو المايوجلوبين في حالات الرابدومايوليسيز، على الرغم ان المولكيولر ويت سايز بتاعه اصغر بكتير جدا، ربع تقريبا الالبومين سايز. ده ديفرنت سيفنج للهاي فلكس. هنيجي نلاقي ان هو عند المايوجلوبين تقريبا بيبقى 0.2.3. الميديوم كات اوف والسوبر فلكس بنلاقي المايوجلوبين ما بين 0.7 و 0.9. في الهاي كات اوف تقريبا المايوجلوبين بيبقى 1. وزي ما اتفقنا الالبوم المولكيول اثناء الهيمو دايفلتريشن بيبتدي تبقى سكويزد انسايد ذا بورز. So the membrane sieving coefficient is additional parameter توازنيه ما بين the sieving of the molecule and the loss of the albumin. Again, dialyzer structure, sieving, arrangement. ممكن يعمل لي مشاكل كتير، يعمل لي clotting، يعمل لي air، ويعمل لي hypersensitivity reactions. Back filtration, اثناء الهيموداياليسيس اثناء البريشر دروب، من الحاجات برضو المهمه جدا اللي احنا تطرقنا عليها في الكونفكشن ثيرابي اللي هو الالترا فلتريشن باك فلتريشن. لكن ده بيحصل في امتى؟ في الهاي فلكس الون. لكن الهيموداياليسيس لا، مفيش الا باك فلتريشن اون ديماند، لما الهيموداياليسيس ماشين تحتاج تعمل باك فلتريشن تنظف. في باك كنترول كتير جدا في التكنولوجي او في مدارس ماشينز ايفن فور صوديوم بروفايلنج، وانها تقدر تظبط كمان في الفلو باترن، وتشوف البروسيست بلاد اثناء الدياليسيز. ولو انت اديت الهيموداليسيس ماشين جود فايبرز، جود دياليزر، جود بلاد فلو ريت، جود سيتنج كوفيشن، جود هيدروليك بيرميابيليتي، هتستريح كتير منك في جلسات الهيمو دايفلتريشن. هايبر سنسيتيفيتي مش هنتكلم عليها، الاستاذ الدكتور منتصر طبعا قالها ان ديتيلز، لكن انا هقول ان اول دايلايزر ممبرين ممكن تعمل هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، وممكن البي في بي. انا جايب السلايد البي في بي اللي احنا قلناه في الاول اللي هو لايننج ذا دايلايز ممبرين كود انديوس هايبر سنسيتيفيتي. على مدار التاريخ الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن ما قلتش، البابليكيشن كتير جدا على الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، وفاريبل من انافيلاكسيز لارتكاريا لشوك لايتشنج فاريبل، وليها ميجر وماينور كرايتيريا. وطبعا الهايبر سنسيتيفيتي رياكشنز ليها كذا نوع، تايب A وتايب B. طيب الهيمو دايفلتريشن نختم بيه ان شاء الله، وموضوع الفلتريشن فراكشن، واتفقنا ان جود ممبرين فور الترا فلتريشن، جود ممبرين فور هيمو دايفلتريشن. محتاج فوليوم اوف بلاد، بروسيست بلاد، كل ما هيزيد كل ما هتزيد الكفاءه. هيزيد ازاي؟ مش هيزيد غير بالفلو والتايم، وكل ما هيزيد مع السبستيتيوشن. ده اللي بنسميه كيو بي والسبستيتيوشن فوليوم، ويعتمد على الفلتريشن فراكشن. لو سمحتم دكاتره جينيور يبص على الهيموداليس ماشين هيلاقي اوتوميتد مود بتحسب الالترا فلتريشن على كيو بي عشان تخلي الفلتريشن فراكشن في الرينج ال 25%. لو ده قلبتها مانيوال هتبقى الجلسه نكد، ليه؟ الممبرين هيتجلط وهيقفل منك، فلازم ما نلعبش في الموضوع ده. لكن لو لقيت السبستيتيوشن اقل من التارجت عندي حلول اخرى، بيجر سايز دايلايزر، هاير الترا فلتريشن، مور بلاد فلو،
مور تايم من غير ما اعمل حاجه في الدياليسيز اوتوميتد مود. سو لو انت اشتغلت على عيان الهيماتوكريت بتاعه عالي بالتالي طبعا الفلتريشن فراكشن هتزيد. فلتريشن فراكشن ان ذا بوك غالبا بنتكلم على الهول بلاد، لكن لو اتكلمت على البلازما ووتر النسبه هتزيد لانك انت هتشتغل بس على البلازما. خلينا في الهول بلاد عشان ما نتلكفنش اللي هو الترا فلتريشن فلو على كيو بي. So the limiting factor for high volume online hemodiafiltration, filter performance as a limiting factor for high volume online hemodiafiltration, like small filter, bad design, low ultrafiltration, hydrophobic, endothelial BVP lining is not okay. ما هوش hydrophobic, geometry بتاعه وحش. How the hemodiafiltration might be improved by increasing the size of the membrane. Provided optimal blood flow. دايما عندنا بنحتاج في جامعه عين شمس ان احنا نستخدم 2.2 as a standard of hemodiafiltration dialysis. According لبعض البابليكيشنز بيقولوا ان الممبرين should be above 1.6 or above. فرنسا بيستخدموا 2.6 في الهيمودايفلتريشن روتينلي. الانترنال دايمتر زي ما شفنا في الفيديو 200 مايكرون ليديني شارع براح يقدر يمشي فيه البلاد. السيفين كونفيشن بتاعه عالي والالبوم اللوس قليل. الفاسكولار اكسس كويس. البلاد فلو 350 ل 400 كويس. الدايلوشن 23 بوست و 46 فما فوق للبريلي او الميكسد. نيجي بقى هنا دي النقطه اللي انا عايز حضراتكم تبص عليها. الالترا فلتريشن كنترول او الاوتوميتد مود هو بيظبط. لو اشتغلت على المانيوال ترانس ممبرين بريشر هيطلع مني وهتبقى المشكله عاليه جدا. ده الفرق ما بين المانيوال مود بلاقي ترانس ممبرين بريشر يعلى، الاوتوميتد مود بيحافظ على الترانس ممبرين بريشر وبيحافظ على حيويه الدايلايزر اثناء السيشنز. جود بلاد فلو وبور بلاد فلو طبعا السيشنز مش هتكمل والفلتريشن فراكشن بتاعك هيزيد. وكل ما العينين مثلا المركبين بيرميكاث غالبيتهم يعني بيحتاجوا وقت اطول في الهيمودايف فلتريشن عشان يحققوا نفس الفلتريشن فراكشن الا اذا كان الانترنال ليومن اوف ذا نيو بيرميكاث ممكن تساعد في زياده البلاد فلو. المؤشر بتاعي بيبقى الارتيريال بريشر في اللاين arterial line بير كاب كبريشر مونيتورنج. لو لقيت النيجاتيف بريشر بتاعك بيعلى قوي ده معناه ان الفاسكولار اكسس ضعيف. سو انكمينج الترا بيور فلويد طبعا ده مهم جدا. لو عندي هاي ترانس ممبرين بريشر او هاي هيماتوكريت على طول الفلتريشن بيقف. هيمو فلتريشن بري دايلوشن او بوست دايلوشن ات ويل بي ديسكاست ان مور ديتيلز اون ذا كلينيكال effect and the survival we quality of life in hemodiafiltration techniques سواء اذا كان pre or post وامتى استخدم ده وامتى استخدم ده. زياده زي ما اتفقنا الترانس ممبرين بريشر بيعقبه على طول machine collaborations. definition of those I would like to share this document من الايو دايلز من زمان ومحدده substitution volume المسموح به في الوضع الامن على كل بلاد فلو سواء اذا كان بري او بوست عشان احافظ على الفلتريشن فراكشن ما بين 20 ل 30%. This is the requirement two types of hemodiafiltration عارفينهم من الشركتين الكبار. شركه بتقدم تو بارير سيستم يعني اثنين اندوتوكسين فلتر وشركه بتقدم 3 بارير سيستم او 3 فلتر اندوتوكسين. 3 بارير سيستم بيعتمد على فلتر اندوتوكسين فلتر اندوتوكسين وفي الاخر ديسبوزابل فلتر فور ذا فاينل دايلازيت وده بيترمج بيجي مع البلاد لاين. لكن اندوتوكسين فلتر دول بيلت ان ذا دايلز ماشين ده بنسميه 3 بارير لانه في 1 2 3 اندوتوكسين فلتر. وي 2 بارير سيستم تعتمد على اونلي 2 اندوتوكسين فلتر فلتر 1 اند فلتر 2 والاثنين فاليد والاثنين ابروف فور ثيرابي. اند
diseases will be on our next generation of colleagues of talks, hemodialysis adequacy and how it's multidimensional, not only convection, diffusion, ultrafiltration. It's a lot of issues need to be discussed, controlling everything on the patient. Concept of trends of uremic patients had been updated for the uremic toxins with the target of more than 45 kilodalton and including a lot of new uremic toxins like comprin and kappa lambda light chains. And it's like an elephant in the field when we are discussing alone KT over V and keeping in mind a lot of issues needs to be decided for better prescription on the dialysis populations. And overall, we have to personalize our hemodialysis. Patients, it's a key. Risk assessment, do your planning for therapy, monitoring your therapy, identify more patients at risk to be of care, and you can individualize accordingly for the dialysate, flux, time, frequency, nutrition, everything. So it's a personalized, precise medicine, and we are in need to push more and more for dialysis to be updated, upgraded, because on 2025, more than 5 million of dialysis will be enrolled and waiting for our help for soon. Thank you very, very much. I hope that I wouldn't be too tough in this talk and to be of value and waiting for your final comments. Thank you very much. شكرا جزيلا استاذ دكتور هشام على المحاضره القيمه جدا يعني النهارده يعني ابدعت اتمنى ما اكونش بس يعني يعني صعبت الماموريه لا هو لا بالعكس احنا انا هحط بس المايك المحاضره يعني واضحه جدا وابعاد الهيموداليس ممبرين ما عادش بقى قصه الماتيريال ايه والكلام ده ايه فطبعا النهارده باستفاضه شديده جدا حضرتك وضحت حاجات كتير قوي اللي انا عاوز اقوله ان الهيموداليسيس استيل لغايه اللحظه دي حتى لو استخدمت بايو كومباتبل ممبرين وحسنت الريولوجي وحسنت كل البارامترز اللي حضرتك قلتها هو انفيسيولوجيكال بروسيس ومستحيل يعوض النورمال او يعني النيتف كيدنز لكن الكلام اللي حضرتك بتقوله دوت بنستخدم التولز تديني الماكسيمم بنفيت از وي كان. يمكن نقطة تانية عاوز أقولها بره الممبرين السبستنس اللي بتبقى دايلايزد لها كاركتر برضه بتأثر في البرنسبلز اوف دايلس. يمكن أحب أعمل لها انيوميريشن حضرتك ذكرت المولكيولر ويت حضرتك ذكرت الشيب على سبيل المثال المايوجلوبين ان هو الاستراكشر الشيب بتاعه صعب ان هو يشال وعشان كده ممكن يبقى ديفيكلت ان يبقى ريموف يبقى اذا المولكيولر ويت الشيب بتاع المولكيول بنضيف حاجات كتير البروتين باوندنج او بايندنج برسنتج لو الحاجه الثالثه او اللي بعد كده الفوليوم ديستريبيوشن يعني لو جينا نقول مثال ويمكن المثال ده انا قلته كتير لو جينا واحد عنده ديجيتاليز انتوكسيكيشن والسؤال الشهير از ديجوكسين لان النهارده كنا بنتكلم مع الكارديولوجي في ميتنج في الدايابيتس فكانوا بيسالوني في الهارت فيلير ايه الدراج اللي النفرولوجي قلت له الدراج اللي ما بحبوش جدا واوبسوليت وخاصه في الدايالس بيشنت هو الديجوكسين فلو جينا نسال نفسنا هل الديجوكسين دايلايزابل الاجابه يس لكن هل الديجوكسين ان اكو سوليوشن هل الدالس افيشنت في الديتوكسيفيكيشن؟ نو. لا يبان ان في تعارض لكن لو فهمنا ان الديجوكسين المولكيولر رد بتاعه ضعيف وهيشال بسهوله اتس اوكي لكن مصيبته ان هو الفوليوم ديستريبيوشن بتاعه كبير فانا اللي هشيله كلام تافه هيحصل ريباوند يبقى بالتالي ان افيشنت موداليتي يبقى انا يبقى انا علشان اشيله كويس قوي بدي فابراج مين كانتي بودي فاريبل بارت هيلزق معاه ويجيبه من الستورز ويبقى كميه كبيره جدا اقدر اشتريها بالبلازما اكسشينج
احنا بنطبق نفس البرنسبل ده على حاجات كتيره. يعني لو حاجه زي الميتفورمين دايلايزر، ايوه المولكيولر بتاعه ضعيف لكن هيبقى في الريباوند بتاعه كتير، فعشان كده عاوز يعمل اكستندد سلاج دايلسيس او سلو كونتينوس ثيرابي. وما ده احنا اتكلمنا كمان مع الثيرد فورث بول وكاينتكس بتاع الفوليوم ديستريبيوشن. طبعا طبعا كاينتكس كتير جدا لحاجات مختلفه. ومن الحاجات الجميله اللي حضرتك ذكرتها النهارده الهيدروفوبس الهيدروفيليسيتي والهيدروفوبيك نيتشر والفرق ما بين اليومن من بره ومن جوه، وبرضه النانو تكنولوجي والفرق بينها وبين النانو بروسيس والمايكرو بروسيس، وان البورز تبقى كونستنت. وده حاجات من الحاجات فعلا اللي بتوضح التكنولوجي وازاي حسنت القصه. طبعا ده بيحتاج شغل جامد جدا جدا جدا، الموضوع ما هوش سو ايزي. وانا دايما اقول الريسيرش اند ديفلوبمنت ممكن تعمل 100 ترايل وتنجح في واحده، بس تبقى صابر وصبور عليه عشان تعرف توصل. يعني انا عاوز اتوقف من الكلام بتاعي علشان ما يبقاش بستهلك وقت، وهناخد الاسئله اللي موجوده على الشات، فهنستاذنك ناخد الاسئله سؤال سؤال وبعدين نسمع تعليق حضرتك على كل نقطه ان شاء الله. If hypotension during dialysis, we turn off ultrafiltration, decreasing blood flow rate, does if have any impact? يعني ال turn off the ultrafiltration, هي impact the ultrafiltration و improving blood pressure. انا مش عارف السؤال تركيبته. طبعا ده تبع بند الانترا دايليتيك هايبوتنشن، اي ثينك هنتكلم عليه ان ديتيلز يعني. لكن طبعا اوتوماتيكالي لما العين يكون هايبوتنشن يو هاف تو ستوب الترا فلتريشن اند تو ريفيو سبب الانترا دايليتيك هايبوتنشن حصل ايه. كويس قوي. سؤال ثاني هنا، هاو تو ديتيرمين دايلايزر سيرفيس اريا ان تشيلدرن، از ذير ان ايكويشن؟ لا مفيش ايكويشنز محدده في الاطفال، لكن يوجوالي بالكلينيكال جايد يعني ان هم بيشتغلوا من 0.4 ل 1.0 وبيطلع، خصوصا ان السن بتاع الاطفال انت عارف طبعا ترانزيشن زون اللي هو السن ال 18 تحت ال 18 از ادلت، احنا بنعتبره شاب لكن هو في التعريف ستيل في البيدياتريك، فبيزيد السيرفس ايريا طبعا ل 1.6، لكن في الاطفال الصغيرين ما عنديش ايكويشن. دكتور هشام عشان كده الدكتوره اللي بتسال بتقول لك عندها 15 سنه 39 كيلو، وات ذا بيست دايلايزر سيرفيس اريا فور هيم لو ده العيان بتاعها؟ ذا بيست تو بي اشيفد زي دايلايسيس ادكوسي كي تي اوفر فيو ريير ريدكشن ريشيو، طبعا ده بغير التايم، التايم ده فيكسد فيجر. لكن من عارف لكن السيرفيس اريا يوجوالي في الايدج ده، في الايدج ده اي ثينك خلي بالك، لان طبعا بالنسبه له البي سي ار والبروتين كاتابوليك ريشيو بتاعه وبياكل كويس وبيتحرك كويس، اي ثينك هي ويل نيد ما بين 1.3 و 1.6. يبقى 1.3 to 1.6. What is normal range of TMV؟ It depends on the dialysis membranes. يعني لو انا شغال هاي فلكس دايلسيس ترانس ممبرين بريشر يعني نيرلي بيبقى اراوند زيرو، يعني لو شغال لو فلكس دايلسيس بيبقى تقريبا الترانسبورت بريشر حوالي في حدود ما بين ال 50 ل 150. في الهيمو داي فلتريشن طبعا بيزيد عن ال 200 في اغلب الاحوال يعني باي ذا اند اوف ذا سيشن. And what are causes of negative TMV during the whole session؟ نيجاتيف ترانسبورت بريشر اللي هي بنسميها باك فلتريشن. لان طبعا الترانسبورت بريشر هو بوزيتيف سواء اذا كان بلوت او النيجاتيف النيجاتيف بتاع الدايلازيد، فكون ان هو يبقى معكوس معناه ان عيان شغال على هاي فلكس الارتيريا والفينس بريشر بتوعه قليلين والالترا فلتريشن بروفايل بتاعه قليل، يعني مثلا عامل 200 سم او 300 سم في الساعه، وبالتالي بيبقى الاوبليجاتوري الترا فلتريشن اعلى من ريكواير، فهنلاقي على طول الترانس ممبرين بريشر بتاعك نيجاتيف طول الجلسه. جميل. What is the normal arterial pressure on hemodialysis machine؟ Arterial pressure is a negative and it's correlated by blood flow. ودي هنتكلم عليها بعدين يعني. يعني ما يزيدش النيجاتيف arterial pressure لأنه قبل البامب عن 250 مليمتر ميركوري لو كان البلاد فلو حوالي 300.
role of dialyzate flow in hemodiafiltration please pre and post. هو ملوش علاقه بالدايلازيت فلو، هو ليه علاقه بالسبستيتيوشن. لو اشتغلت على دايلازيت فلو 500 400 بيعملوا دايلازيت و100 بيطلعوا سبستيتيوشن. لو اشتغلت طبعا بوست دايلوشنال الفوليوم بيزيد لان الانجكشن طبعا بتبقى الدبل يعني. لكن هو كدايلازيت فلو هو الدايلازيت فلو المعتاد بس بيزيد للسبستيتيوشن. اوكي اخر سؤال الفوليوم ديستريبيوشن. فوليوم اوف ديستريبيوشن يس ده في الكاينتيك اللي احنا اتكلمنا عليها في الجلسه اللي فاتت، وفي عندنا كذا كاينتيك موديل. عندنا التوبول كاينتيك موديل او التراديشنال اللي هو السمول سوليد زي يوريا اللي هي الديستريبيوشن بتاعها ما بين تو سايد، ده بنسميه تو كاينتيك موديل تو بولز كاينتيك موديلنج. بيخش بعد كده بقيه السوليدز لايك فوسفيت مثلا او بيتا 2 مايكرو جلوبلين، بيبقى الفوليوم اوف ديستريبيوشن اكبر بكتير جدا. ايفن في البوتاسيوم الفوليوم اوف ديستريبيوشن احنا قلنا ان احنا حوالي 3000 ملي مول بوتاسيوم في البادي 2% الون انترافاسكولار والباقي انتراسيلولار. سو ذا فوليوم اوف ديستريبيوشن ديبيندز لارجلي اون ذا سوليدز. جميل. الدكتور سادن ريز هيز هاند. دكتور سادن unmute yourself لو حضرتك عاوز تتكلم. دكتور سعيد خميس. دكتور حسين اتفضل يا بيه. اتفضل. شكرا دكتور هشام على المحاضره الرائعه. ليه بس نقطتين عاوز استفسر من حضرتك عليهم. بالنسبه للدايلايزر كلوتنج طبعا احنا وحتى الجماعه الجونيور وكلنا محتاجين الجوريزم بلان كده، ان لو دايلايزر كلوتنج بيحصل ايه ستيب 1 2 3 4 to be investigated. ونمره 2 احنا الاسسمنت اوف ذا لازر كلوتنج عيبه ان هو سبجكتيف، يعني انا بقول ايه الفايبرز قدامي كده لا 25% 50% 75% 100% لو البوتس اتاخدت او كده. هل في طريقه مور اكيوريت وحتى تقدر اقدر اعمل بها ريسيرش او كده ان انا اخدها كجولد ستاندرد؟ هو في 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 جزء ريسيرش اند ديفلوبمنت انا بعمله في معامل بره في المانيا اللي هو التاب تيستنج ثرومبين انتوثرومبين تيست عشان تشوف ده ثرومبوجينيك او نوت ثرومبوجينيك. بالنسبه للكلينيكال حضرتك طبعا متوقع حوالي من 10 to 20% في السنترز بتلاقي بيشنتس مور هايبر كواجلبل. اول ابروتش ليهم ان انا اتاكد ان مفيش فاسكولار اكسس للسيركيليشن. ده اول حاجه. نمره اثنين اراجع تاني الهيماتوكريت والبروتين كونتنت واذا كان عندهم هايبر كواجل ستيت من اي نوع ولا اخر. نمره ثلاثه احسن البلاد فلو ريت، اقلل الالترا فلتريشن ريت، وازود البرايمنج تكنيكس. غالبا بيحل مشاكل كتير. فطبعا كل سنتر كان دو اتس بروتوكول، لكن اتس ماي سجيشن لان بتقابل ناس هم دايما يحصل لهم كلوتنج ودايما الاديكوسي بتاعتهم قليله. دول شود بي انفستيجيتد فيرست for vascular access recirculation and hypercoagulable states. طب وتاسس بقى حضرتك ازاي الكلوتنج اوف دايلايزرز ده سيفير ده مايلد فورم ده كده؟ بص كلينيكالي لو لقيت ان الماجوريتي بيحصل لهم كلوتنج يبقى عندك مشكله لا اما في الدايلايزر او انتي كواجلان. لكن لو لقيت البرسنت 10 to 20% alone of the patient غالبا المشكله patient، لان حضرتك عارف ان الكلوتنج انسايد ذا دايلايزر مالتي فاكتوريال. يس. طيب الجزئيه الثانيه بالنسبه للبروتين باوند يوريميك توكسين زي البيكريزايل مثلا او وات ايفر، يمكن اتناقشت مع حضرتك اتناقشت مع حضرتك فيها وقلت لي ان في ما يسمى السيباريتور او ديسبنسر. ممكن كلمتين على الجزئيه دي وشكرا جزيلا. هو ده الله يخليك. هو ده اندر ريسيرش طبعا. هو الهدف الناس بتفكر فيه ايه؟ ان هو البروتين باوند يوريميك توكسين زي البيكريزول واندوكسال سلفيت اند اكسترا دول بيبقى اراوند 95% بروتين باوند و 5% ريموف فري. ف 5% ده ريموف ايزلي يعني لو فيري سمول موليكولار ويت، وبيفضل البروتين باوند والافينيتي للبري البن بيبقى عالي جدا. فبيفكروا باذر انفيوجنز تتاخد اثناء الجلسه بحيث انها تسيب اليوريميك توكسين من الالبن او بري البن ويمسك فيه الدراجز اللي انت اديته وبعد كده تشيله بعد كده في اخر الجلسه. طبعا ده اندر كلينيكال ترايل يا دوبك في فيري فيو بيبرز نشرت في الموضوع ده وموضوع مش سهل خالص يعني. تمام شكرا جزيلا يا فندم. انا بتهيألي في اليوريميك توكسنز اللي جايه من الكولون
هو الاساس ان بريفنتيف اشتغل على طبعا 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 تريبتوفان والتيروسين طبعا طبعا تمام. الدكتور اياد بيه اتفضل. مساء الخير دكتور، يعني congratulations excellent talk honestly personally I learned a lot over all these years that really we are dealing with dialysis and to tell you there is nothing much really to add, it's crystal clear talk and congratulations. That's thank you very much comment. Prof شكرا طريق. Thank you very much. ناخد اخر تعليقين من دكتور طارق طنطاوي ثم مسك الختام دكتور فيصل شاهين ان شاء الله. خلصت كله عملته. طبعا بنشكرك جدا دكتور هشام على المحاضرة الوافية الشاملة والدرس الكبير اللي احنا فعلا كنا نغفله، وحدك وضحته بشدة شديدة، وفي الاخر احنا زي ما حدك بتقول احنا بنديليفر اللي مكتوب على البروشور بتاع الدايلايزر. اكشوال احنا الكونسبت بتاعنا بتاع الفهم زاد كتير، وبنشكرك على هذا الكلام دكتور هشام. شكرا جزيلا دكتور. طبعا طبعا مشاركتك في المحاضرات اللي جايه بقى جزء مهم جدا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا دكتور طارق. دكتور فيصل بيه اتفضل. دكتور هشام الحقيقه I enjoyed very much your talk. Thank you very much. Again I learned a lot from you. I was thinking that I am expert before because I am the one who chose the dialyzer for the kingdom and which membrane and I found someone who is much more experienced. Yeah, العفو العفو حضرتك طبعا استاذنا يعني العفو حضرتك استاذ. And I appreciate that actually you are pioneer in this and I hope thank you very much. Keep very high of this and for Saudi as you know that we have before National Kidney Foundation and then Saudi Center we were responsible about all the dialysis registry and also the disposable. So these things were chosen carefully about what you said exactly about the dialyzer membrane, how you know the clearance and which you know which one is better, either high flux, medium flux, low flux, and actually I enjoy your talk very much and I learned a lot today. Thanks a lot. شكرا جزيلا استاذنا العظيم. شكرا جزيلا حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا بروفيسور. طبعا الدكتور هشام أثنى كثيرا على السيستم في السعودية. طبعا أكيد الإمكانيات برضو مهمة دكتور هشام. مهمة قوي دكتور حسين. Pay for performance program يعني الكوست متوفر، ده بيخلي الواحد يعمل الكثير. والجملة اللي أنا قلتها في الأول برضو في بداية تعليقي، مهما تعمل مش هتعوض. فعشان كده ياريت إن احنا نشتغل، يعني كان في محاضرة ساعات الواحد بيعملها على الانوفيشنز إن هيموداليسيس. انا اعتقد ان الفيجن المدرس لو قدرنا نشتغل على الكوميونتي نعمل بريفنشن للرينال فيلير والبروجريشن اوف كرونيك كيدني ديزيز، هو ده الافضل طبعا. مفيش حاجه هتعوض. الدياليسيز از ان فيسيولوجيكال تريتمنت وات ايفر وي دو. لكن هو دكتور حسين انا قلتها قبل كده مره ان السي كي دي از ذا كيف. انت لو دخلت الكهف والنفق مش هتخرج منه، هتعمل ترانسبلانتيشن وترجع تغسل، هتغسل وتروح تعمل ترانسبلانتيشن، هتعمل وهكذا. فلو دخلت النفق المظلم بتاع كرونيك كيدني ديزيز مش هتخرج منه. عاوزين الدكتور فيصل زي ما عمل الماشين شاهين ماشين يعمل لنا يعني ترانسبلانت صناعي غير الكيدني غير الدونر. يعني بما انك ماسك الكوميتي بتاع الدونر، عاوزين حاجه كده اختراع نبعد عن الزرع والغسيل. لانه يا ريت امبلانتبل ان شاء الله. ان شاء الله. انا باسم الساده اللي حاضرين كلهم طبعا من السادة الكبار وزمايلي، بنشكرك دكتور هشام على المحاضرة الشيقة جدا جدا اللي طبعا أرسل دعائم الفهم للهيمودياليزر وقبل كده الهيمودياليس بروسيس. فأنا طبعا بنصح الجميع ان يتفرج على 8 ساعات بتوع البرينسيبلز اللي حضرتك تفضلت مشكورا ووضحتهم تماما. واعتقد ده كان موجود ان شاء الله نستفيد منه، رغم ان هو ده البيزكس. اللي ما يفهمش البيزكس اوف دياليسيس ما يفهمش الدالس، هيبقى صعب طبعا. وطبعا هسيب بقى الميكروفون لاساتذه عظماء افضل مني 100 مره في المحاضرات الجايه ان شاء الله يا باشا. في كل بنود الدالس تواضع ان شاء الله. هو تواضع جدا، تواضع جدا، لكن خبرات عاليه. زي ما انا بعمل في الهيموداليسيس كورس بتاعي هنا في المنصوره، اللي بيخدم على الهيموداليسيس نوت اونلي نيفرولوجيست
ولا واحد فاهم في الدياليسيس ده كل التخصصات، لان ده بيشنت في الاخر بيحتاج كل السبيشاليتيز. يعني بعد ما دكاتره الكلى يدلوا بدلوهم في المواضيع المتعدده في الدياليسيس، هنضطر نحتاج تخصصات اخرى في الكومبليكيشنز اللي بتظهر في الهيموداليسيس، لان الهيموداليسيس بيأثر على كل الاورجنز. وهختم بال اكيد ببيت شعر انجليزي جميل رايل كان كتبه، مش عارف مين اللي كتبه، بيقول لك when bones can break, muscles can atrophy, glands can lose, even brain can go to sleep without endangering our survival, but when kidneys fail, neither bones, muscles, even brain could carry on. احنا هنتوقف عن هنتوقف عن هذا الحد، ونشكر طبعا الاستاذ الدكتور هشام السيد. شكرا جزيلا لحضراتكم. طبعا احنا لسه قبل العيد محاضره يوم الاربعاء في غايه الاهميه، محاضره هامه جدا اليونيتيف انفكشن، هيقولها واحد من خيره ابناء مركز الكلى عندنا في المنصوره استاذ جراحه مسايك بوليه، اليو تي اي كتبز وكريتيكال ايشو. فيعني ان شاء الله تبقوا معانا يوم الاربعاء، وهنتوقف ان شاء الله من الخميس للاثنين، هنرجع تاني بعد اياس العيد يوم الثلاث ان شاء الله. اشكركم والى اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كل سنه وحضراتكم طيبين. مع سلامه. بخير. مع السلامه. مع السلامه.